والله العظيم وحشني جدا جدا جدا. عارف اني بقيت 3 شهور ما عملش فيديوز، وانا اسف جدا جدا جدا، بس مش ده اللي انا جاي اتكلم عليه النهارده. اللي انا جاي اتكلم عليه النهارده هو صاحبك اللي بيلبس حلو فشخ، صاحبك اللي لما تشوفه بتحس ان هو لابس حاجات ب 10,000 جنيه، تبقى نفسك تعرف هو بيعمل ايه عشان لبسه يبقى حلو كده. النهارده انا جاي اقول لك على الاسرار اللي صاحبك مخبيها عنك عشان يبقى لبسه من هنا لهنا، وعشان انت كمان مستوى اللبس بتاعك يتنقل من هنا لهنا. اول حاجه هنتكلم عليها وهي الكواليتي. فاي حاجه في حياتك هتلاقي مثال بيقول لك كواليتي اوفر كوانتيتي، وده معناه ان الخامه احسن 100 مره من العدد. دلوقتي انت تجيب بنطلونين جينز، واحد فاتح واحد غامق، نزلت لقيتهم كل واحد عامل 200 جنيه، في نفس الوقت لقيت في مثلا بيرشكا او بولامبير او زارا بنطلون جينز تحفه ب 500 600 جنيه، فهتيجي تقول لنفسك طب ما اشتري 2 أو 3 بنفس سعر واحد. اوعى، دي من اكبر غلطات اللي بشوفها في اللي انك بتبعد عن الكواليتي وبتركز في الكوانتيتي. يا باشا حاول ركز فلوسك في حاجه هتقعد معاك لقدام، اعتبر الهدوم دي انفستمنت، استثمار. يعني لو عندك بنطلونين كل واحد ب 200 جنيه، لا حاول شويه هاتلك بنطلون واحد بس ب 600 جنيه. الكلام ده طبعا في الجزم والبنطلونات والجاكيتس في كل حاجه. اول حاجه تبقى في دماغك كواليتي اوفر كوانتيتي. تاني حاجه بتخلي عليك اللبس تحفه وهي مقاسك. نرجع تاني لمثال البنطلون ونقول احنا قدامنا نفس البنطلون بس 3 مقاسات، ريجولر فيت، سليم فيت، سكيني فيت. شرط خالص عشان هو سليم فيت يبقى هو ده احلى حاجه عليك؟ لا، في ناس زي مثلا بيليق عليها السكيني اكتر من في ناس تانية بيليق عليها السليم فيت اكتر من الباقي. لازم تقيس كل حاجه وتشوف ايه اكتر حاجه حلوه عليك، وتصور نفسك وتبعتها لاصحابك اللي انت بتثق في ذوقه، ولو ما عندكش حد من اصحابك بتثق فيه ممكن تبعتها لبنات صحابك. اجي تاني واقول عشان لبسك نيل من هنا لهنا محتاج تركز في المقاس. طب يا ترى دي كل الاسرار اللي صاحبي مخبيها عني؟ اقول لك على السر الثالث وهو الاكسسوار. ممكن هتلاقي حد لابس زي التاني بالظبط، نفس النسخه، نفس التيشيرت، نفس البنطلون، نفس الجزمه، بس في واحد شكله حلو والتاني لا. كل ده ممكن يحصل بسبب ساعه، كوفيه، اكسسوارز في الايد، حزام. الاكسسوارز يا جدعان مش حاجه تافهه خالص، حاجه تجيبها ب 20 جنيه 30 جنيه. يا جدعان الاكسسوارز مش حاجه رخيصه والله، يعني مش حاجه تافهه، مش حاجه تترمي. هي اخر حاجه تفكر فيها بس لازم تفكر فيها. الاكسسوارز مهمه جدا، يعني ممكن تلاقي حد لابس نفس الكارديجان بتاعي فاهم، وانا لابس السكارف دي زياده، هو هو نفس اللبس، ناس تشوفني بالسكارف احلى من التاني. ايه طبعا اراء، يعني انا مش قصدي حاجه. المهم يعني اللي احنا عايزين نقوله ان الاكسسوري حته مهمه جدا جدا وانت بتلبس. طبعا انا عايز اتاسف لكم كلكم على الغيبه الطويله دي، بس ان شاء الله نرجع ونعمل فيديو. والفيديو اللي فات لما قلنا عايزين نعدي ال 40 لايك، احنا عدينا ال 60 لايك لحد دلوقتي، فيلا نوصل الفيديو ده اكتر من 40 لايك تاني. فيلا انزل اعمل لايك وكومنت وقول لي رايك في الحلقه تحت، واوعى تنسى تعمل سبسكرايب في القناه.